الوقفة اليوم وهي اللي دامت أكثر من عامين ونص وحنا تنوقفوا هنا. المطالبة ديالنا هو باسترجاع المأذونيات لذوي الاحتياجات الخاصة وبعض الأرامل وناس من جيش التحرير والمقاومة. حنا هاد الناس ديال هاد المأذونيات كريناهم بواحد العقد اللي هو عرفي ليس بأنه سميتو رسمي، يعني بعد المرور لأنه كان في واحد المدة اللي هي محدودة اللي هي 5 سنوات بعد انتهاء هذا العقد بأنه تنطالبوا باسترجاع المديونات، فتنصطدموا مع هاد الناس بأنه تيمتانعوا يعني باش يرجعوا لينا سميتو هاد المأذونيات. الى استمر الوضع عليه فانه هاد الناس اللي تتشوفهم بانهم غادي يخرجوا للتشرد، والتشرد تنعرفوا بانه اول حاجه غادي يخرجوا لها هو التسول، وحنا المغرب تنعرفوا بانه تحارب التسول، ولكن هاد الناس والاداره اللي هي متعنته بعدم تنفيذ الاحكام الصادره باسم صاحب الجلاله اللي هو او اعلى سلطه في هاد البلاد، بانه عباد الله راه غادي تولي كارثه. انا تنقول كارثه وما لها من معنى، هاد الكارثه ما لها من معنى، بانه الناس غادي يوليو اصطدام ما بين الكاري والمكتري في الشارع العام. اكثر من هذا بانه هاد الناس راه اكثر من هذا داروا احتجاجات واعتصامات وكالوا عصا قدام هاد الولايه بانه ولكن لا اذن ساغيه. طالبوا باسترجاع المأذونيات ديالنا من طرف المصلحه الوصيه على تنظيم هذا القطاع هذا من جهه، ومن جهه ثانيه فاحنا بغينا نساهموا في تجديد الاسطول ديال سيارات الاجره اللي كتسعى ليه الاداره الوصيه، لان الاداره الوصيه هي الان كتطمح باش تجدد الاسود على صعيد ولايه الدار البيضاء، لان كنعرفوا حنا مجموعه من السيارات اللي كتفوق واحد العمر كبير، لان كاينه السيارات اللي كتفوت 30 سنه 40 سنه ومازال كتشتغل في سياره الاجره داخل ولايه الدار البيضاء، واللي كتخلق واحد المشكل اللي هو بيئي. اولا مشكل بيئي، مشكل صحي، مشكل كيوقع واحد الاكتضاض، يعني سياره الاجره اليوم القادمه اصبحت اليوم غير مقبوله في استعمال لسياره الاجره. هي اللي عندي باش كناكل وكنشرب انا وليداتي، ما عندي حتى حاجه مغيره، كيقول المدخول اللي عندي هو هذاك، عندي لاباره مهرسه ليا ما صدتها باش نقلصها، باش ندير رجل صناعي باش كنوقف، ما عنديش باش نقلصها، باش نديرها، كلها شاده هذوك غير بالسلوك من التحت، وشادني عامين هادو انا تحكمت في صالح النوب الاولى والثانيه والسيناف الثالث، صافي، دابا جات العماله هنا وشدوها، ملي كندخل عند الرئيسه كتقول لك سيري تفتحي البنك تاع الحساب هي اللي نحطوا لك هي نوقفوا، سيري قالت لك جدي معاه، من حقه نعطيه 7 سنين يخدمها. قلت لي وانا قالت لك فين غادي يمشي وانا فين غادي نمشي، انا ما باغاش نكريها، انا بغيت نخدم فيها عندي الراجل يخدم فيها، انا بغيت الكريمه ديالي نخدم فيها راسي.